السلام عليكم خوتنا الصيادين. اليوم انا مع الطيريطه. اليوم راح ندير انا الطيريطه صحار شباب كوري شويه ماهيش فور مي ان شاء الله تكون فيها خير. اليوم انا يلا مودي لاجيل. انا اليوم حبيت نستعمل لاجيل. واش راك داير طيريبر؟ واش راك داير طيريبر؟ صحه. انا ما درتش لاجيل بلوخ اليوم انا نزيد رويا زيد صحه. هذا حاجه كبيره ماشي بالكون تحطري شويه عيانه لاجي بريت تخبل مع صنامه سما قلت ندير هذه خير ومرمو انا هكا تخمامي وسياده هكا هذه صح على راسي وكان وشوت شويه طوره وكوفر حتى دوكا وراي صحات قلت نكمل هذه بهذه على ربي. وانا ما نديرش طعمه خالتي والله ما ندير طعمه في الطيروطه. هيا خلاص انا سيد بهذا صح ان شاء الله. واش حبت في زيت اسماك المستهدفه؟ دانتي لي بوسي لي باغ لي بوريشا تجيبو ب 33 نورمال بوسي تجيبو وين الخيط رقيق خالتي طبعا وين. هيا روح على ربي ان شاء الله سمين ان شاء الله يا خالتي. فدها فدها او يا الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.